بسم الله نبدأ درس جديد. الدرس يتكلم طبعا الدرس الرابع في الوحدة وهو الأعداد المركبة. طبعا هذا الموضوع موضوع جديد راح ناخذه على جزئين. طبعا هذا الموضوع ما كان موجود عندنا سابقا مثل التحليل اللي تعلمناه في الإعدادي، فراح نتعلم ما هو العدد التخيلي والعدد المركب وكيف نبسط جذور تخيلية وكيف نضرب أعداد تخيلية. في البداية تمهيد، لو طلبنا منكم حل هذه المعادلة x تربيع زائد 16 يساوي 0، طبعا بديهيا عشان نحل هذه المعادلة راح ننقل 16، فراح تصير x تربيع تساوي سالب 16. طبعا احنا نعرف اذا عندي x تربيع راح ناخذ الجذر التربيعي عشان نوجد x، فراح تصير x تساوي موجب وسالب جذر سالب 16. طبعا جذر سالب 16، خلنا نجل الآلة، لو قمنا كتبنا، خلنا نعدل بس الوضع، لو كتبنا جذر سالب 16 راح يطلع عندي math error، فبالتالي لا توجد جذور حقيقية نكتب أو حلول حقيقية، ولكن إحنا راح نطلع إجابات ولكن ليست حقيقية، فراح نصطلح على العدد التخيلي إنه العدد اللي يكون على الصورة bi. شنو البي؟ البي عدد حقيقي. شنو الآي؟ الآي هي جذر سالب واحد. لا ننسى هذه، الآي هي جذر سالب واحد، هذا نسميها الوحدة التخيلية. هذا الآي نسميها الوحدة التخيلية، يعني جذر سالب واحد ما يصير، احنا نعرف شيء مو حقيقي بس احنا بنقول هذا عدد تخيلي يساوي جذر سالب واحد، فبالتالي نقدر نستنتج ان احنا لو ربعنا الاي تربيع راح يطلع عندي كم؟ سالب واحد. هذه ايضا شغلة مهمة لا ننساها، اي تربيع يساوي سالب واحد. طبعا الاي هو اختصار الى كلمة imaginary يعني تخيلي. أمثلة على الأعداد التخيلية مثلا 5i سالب 2i ثلث i، أي شيء نحط له i نسميه عدد تخيلي، والi شنو قلنا تساوي جذر سالب واحد. طيب العدد المركب، العدد المركب يتكون من جزء حقيقي وجزء تخيلي. الـ A عدد حقيقي، الـ BI هو الجزء التخيلي. يعني مثلا لو قلنا، طبعا الـ A و B عددين حقيقيين، يعني لو قلنا مثلا 2 زائد 3 اي هذا نسميه عدد مركب. ليش مركب نسميه؟ لانه يتكون من شيء حقيقي وشيء تخيلي. اي ناقص 7 ايضا نفس الشيء عدد مركب. جذر 2 زائد 3 على 7 اي ايضا عدد مركب. ناخذ تمارين، شلون الحين نحط جذر سالب 81 في ابسط صوره. الحين خلاص، الحين هني هذه لازم نكتب اليها جواب، ما يكون عدد حقيقي ولكن يكون عدد شنو؟ تخيلي. احنا نعرف ان جذر 81 بدون السالب يساوي 9، وعندي جذر سالب 1، جذر سالب 1 شنو يساوي؟ يساوي قلنا اي، فبس بحط اي، اذا جذر سالب 81 هو 9 اي. نفس الشيء جذر سالب 15، هل جذر 15 تتبسط؟ ما تتبسط، فبنزلها جذر 15 والسالب مع الجذر يصير اي. نفس الشيء لو قلنا جذر سالب 20، اللي ما يعرف يوجد جذر سالب 20 الحين راح نعطيكم طريقة سهلة بالآلة ونركز شوي. دائما في الامتحان نخلي آلتنا على الكومبلكس يعني الأعداد المركبة، فنحط مود 2، بتشوفون هني كومبلكس. الحين أقدر أتعامل مع الأشياء التخيلية، فلاحظوا لو كتب جذر سالب 20 الآلة مباشرة بتعطيني الجواب 2 جذر 5 اي، نفس الشيء اللي قبل اقدر اطلعهم بالآلة، فنكتب 2، هاي طبعا اي، وهذه قلنا تعطينا كم؟ 2 جذر 5 اي. الحين خلونا نحل معادلة، نفس المعادلة هذه بس راح نحلها الحين. فشنو راح نسوي؟ قلنا راح ننقل اول شيء 100، بتصير 4 اكس تربيع تساوي سالب 100، وبعد ذلك نتخلص من الأربعة نقسم على أربعة، كم بصير x تربيع؟
100 على 4 سالب 50. الحين أوجد الجذر التربيعي إلى سالب 50، بس لا ننسى نحط موجب وسالب. دائما التربيع نحط موجب وسالب عشان نوجد الإكس. شنو جذر سالب 50؟ اللي ما يعرف يستخدم الآلة، بس نكتب جذر سالب 50. شنو بتعطينا الآلة؟ 5 جذر 2 آي. خلاص، فنكتب الإجابة هي موجب وسالب 5 جذر 2 آي. إذا الحلول، هنكتب مجموعة الحل هي موجب سالب 5 جذر 2 آي. إذا هذه هي الإجابة. إذا هناك إجابات تخيلية ولكن لا توجد حلول حقيقية، بس إحنا إذا يقول لي حل المعادلة لازم أوجد له الحلول المطلوبة. ننتقل إلى شغلة أخرى، وهي شلون نحط في أبسط صورة. بس نتذكر القاعدة هذه، جذر X في Y تساوي شنو؟ جذر X في جذر Y، بشرط أن شنو؟ يعني إحنا ممكن نفصل الجذر بشرط أن يكون اللي داخل شنو على الحقيقي موجب. مثال، لو قلنا 3i في 4i، شلون بنتعامل مع السؤال؟ أول شغلة، الثلاثة في الأربعة كم تعطيني؟ الثلاثة في الأربعة تعطيني 12. الآي في الآي تعطيني آي تربيع. طيب إحنا نعرف إن آي تربيع، قلنا في ال قلنا من شوي إن الآي تربيع تساوي سالب 1، إذا 12 في سالب 1 يعطيني كم؟ سالب 12. لو جينا للسؤال الثاني، سالب آي في 5i، ما في إلا الخمسة والسالب، فبحط سالب 5، آي في آي، آي تربيع. طيب الآي تربيع سالب 1، سالب في سالب يعطينا موجب، يعني الجواب كم؟ موجب 5. طيب لو حبيت أتأكد بالآلة، ممكن نتأكد بالآلة، خلونا نتأكد من رقم 2. لاحظوا أهم شيء إن الآلة على الكومبلكس، نكتب سالب آي. شلون نكتب الآي بالآلة؟ بتشوفون هني آي هني موجودة فوق هذا الزر ENG، نضغط عليه سالب آي ضرب 5i، 5i شنو يساوي؟ 5، صحيح الإجابة. نفس الشيء لو كتبت هذا راح يطلع عندي سالب 12. تعالوا للسؤال الثالث هني، هذه شوي تحتاج خطوات. في البداية في تربيع، في تربيع لازم أسوي التربيع أول. أول شيء بنزل 4i، النص مع التربيع كم تساوي؟ تساوي ربع، تقدرون تتأكدون بالآلة. والآي تربيع، الآي مع التربيع يضل آي تربيع. سالب 2 تربيع راح يعطينا 4، الآي راح تصير آي تربيع. طيب هذه الأربعة تروح مع هذه الأربعة، احنا شنو قلنا الآي تربيع تساوي؟ هذه آي هني ظلت، هذه قلنا آي تربيع تساوي سالب 1، وهذه 4 وآي تربيع كم قلنا؟ يعني معناته سالب 4. يعني ممكن نحن نكتب هذه بالآلة يعطينا الجواب، نكتب هذه بالآلة يعطينا الجواب، ونكتب هذه أوكي، وبعدين نضربهم كلهم بالآلة. سالب في سالب موجب، فراح يظل عندي موجب 4 شنو؟ آي. إذا الإجابة ظلت فيها آي. خلونا نتأكد من الجواب، لو كتبنا 4i في قوس، بعدين عندي نص في i تربيع، هذا الi تربيع، نسك القوس، بعدين سالب 2i تربيع، نسك القوس، نشوف هل يطلع 4i أو سالب 4i. طبعا لاحظوا الإجابة سالب 4i، يعني عندي خطأ. خلونا نصيد الخطأ في وينه، في عندنا خطأ، فالآلة تفيدنا في التأكد. خلونا نصيد وين عندي الخطأ، خلونا من البداية نروح ونشوف. عندي طبعا الإجابة صحيحة، الآلة هي الغلط. خلونا نتأكد بس من الآلة، ليش الآلة عطتنا غلط؟
الإجابة الصحيحة ما فيها أي شيء، لاحظوا. لو حبينا نتأكد، خلينا نشوف احنا كتبنا شيء غلط. شفتون الخطأ هني؟ كتابته هي الغلط. لاحظوا هذه غلط، هذه المفترض تكون اي وبرا التربيع. لاحظوا التربيع برا القوس، نفس الشيء هذه هني نحط التربيع. فلاحظوا يعني الآلة ممكن تكون مفيدة ممكن تكون غير مفيدة، يعني لازم نتأكد ان احنا كتبناها صح. الحين لاحظوا الإجابة الصحيحة، يعني لاحظوا إجابتنا بالخطوات صح، بس بالآلة إذا ما كتبناها مثل ما هي مكتوبة ما بيطلع عند الجواب. فإذا إجابتنا 100% الحين صحيحة. نواصل. هني هذا الآي تكعيب والآي أس 4 وهذه الأشياء خلونا نخليها بعد ما نشرح 9 و10. في البداية جذر سالب 20 في جذر سالب 12، ممكن نستعين بالآلة راح أحل بس رقم 9، 20 بنفس الطريقة أو 10 ممكن تحلونها بنفس الطريقة. أقدر أنا شنو أسوي؟ أوجد كل واحد بروحه، يعني أروح أكتب بالآلة جذر سالب 20 كم بيعطيني؟ 2 جذر 5 آي، وأكتب جذر سالب 12 كم بيعطيني؟ 2 جذر 3 اي. اوكي خلونا نكتبهم. طلع عندي هني جذر سالب 20 هو 2 جذر 5 اي، وهذه طلعت عندي كم؟ 2 جذر 3 اي. الحين اقدر اضرب 2 في 2 4، جذر 5 في جذر 3 اقدر اتاكد بالاله او ما احتاج اله، 5 في 3 15، أو كتبوها بالآلة 2 جذر 5 في 2 جذر 3 بيعطيكم 4 جذر 15. الحين لاحظوا الآي في الآي كم تعطينا؟ تعطينا آي تربيع، والآي تربيع شنو تساوي؟ تساوي سالب 1، إذا الإجابة هي سالب 4 جذر 15. الحين خلونا نتأكد إن لو كتبناها كامل، طبعا في الامتحان يحاسبون على الخطوات، لازم نكتب كل شيء ونكتب إجابته، يعني ما نكتبه كامل بالآلة. يعني راح أكتب الحين، أنا الحين بس بتأكد من الإجابة، جذر سالب 20 ضرب جذر سالب 12. لاحظوا الإجابة الصحيحة هي سالب 4 جذر 15، بس في الامتحان ما نكتب الإجابة دايركت أو مباشرة، نوجد هذا لحاله ونكتب الجواب، نوجد هذا لحاله ونكتب الجواب، بعدين ممكن نضربهم بالآلة فيطلع عندي هذا الجواب. خلونا نشوف الحين شلون نوجد الآي إذا كان مرفوع لأس معين. احنا عندنا الآي وعندنا الآي تربيع، قلنا تساوي كم؟ خلينا نغير اللون. الآي تربيع قلنا كم يساوي؟ سالب 1. طيب الآي تكعيب شنو يساوي؟ خلونا نسويها هنا. الآي تكعيب هي آي تربيع في آي، آي تربيع في آي يعطينا آي تكعيب. الآي تربيع شنو يساوي؟ يساوي سالب 1 وينزل الآي، إذا آي تكعيب نحفظه يساوي سالب آي. طيب آي أس 4، آي أس 4 هي آي تربيع في آي تربيع، الآي تربيع كم تساوي؟ تساوي سالب 1، سالب 1 في سالب 1 كم يعطيني؟ راح يعطيني 1. إذا الإجابة إذا الآي أس 4 يساوي 1، لا ننساهم هذيلا. هني آي، آي تربيع سالب 1، آي تكعيب سالب آي، والآي أس 4 يساوي 1 استنتجناهم. الحين أي طبعا هذه قلنا تساوي سالب 1 وهذه تساوي 1، ونقدر نكتب له الخطوات هذه. الحين أي أس ثاني يجينا راح يكون إجابته واحدة من هالأربع إجابات، إما آي أو آي أو سالب 1 أو سالب آي أو 1. شلون؟ الآي أس 40 هي، هل أقدر أكتبها آي أس 4 في شي؟ 4 في كم يعطينا 40؟ 4 في 10 صح؟ إذا الآي أس 4 كم تساوي؟ تساوي 1، 1 أس 10 يساوي كم؟ 1 أس أي شي يعطينا 1. طيب
الواحد وثلاثين هل أقدر أكتبه I أس أربعة؟ طبعا أربعة، أربعة في كم يعطينا واحد ثلاثة؟ ما فيه، بس أقدر أقول أربعة في سبعة، أربعة في سبعة 28، أربعة في سبعة 28، فنحتاج بعد إلى كم؟ إلى ثلاثة، فبكتب هني ثلاثة. الحين قلنا اي اس اربعة كم يساوي؟ يساوي واحد. اذا ظلت اي تكعيب، اي تكعيب قلنا شنو تساوي؟ الاي تكعيب قلنا تساوي سالب اي. خلاص، اذا اي شيء اقدر اكتبه بصورة اي اس اربعة مرفوع لاس، واشوف بعدين كم يبقى. بس انا راح اعطيكم طريقة اسهل باستخدام الالة. شلون؟ كل اللي علينا نسويه ان احنا نقسم على أربعة. لاحظوا، احنا راح نقسم على أربعة، مثلا شنو اللي راح نقسم على أربعة؟ طبعا هذول خلاص عارفينهم. إذا كان قسمنا الأس على أربعة، 40 على 4 كم؟ يعطينا 10. إذا ما كان في باقي يكون الجواب واحد، مثل ما قلنا هنا خلاص، هذه إذا ما في باقي واحد. طيب، 31 هني الأس 31 نقسم على 4، كم الباقي؟ أو كم البوينت اللي يطلع عندي؟ 75. إذا بوينت 75 معناتها الإجابة هي سالب آي، لأن الباقي ثلاثة. وإذا كان الباقي ثلاثة، لاحظوا لو ضغط اس دي أو شيفت اس دي، هذه الثلاثة هي الباقي. مو مهم ان نعرف الباقي، بس لو عرفنا البوينت، بوينت 75 معناتها الباقي ثلاثة، يعني سالب اي. خلاص نحفظها، بوينت 75 يعطينا سالب اي. طيب 2018، 2018 على 4 كم باقي فيها؟ بوينت 5. اذا بوينت 5 يعني الباقي 2، يعني الباقي 2 يعني الاجابة سالب 1. يعني خلاص الحين هني مجرد نكتب الجواب اي اس 2018 هي سالب 1، لان طلع عندي. يعني الفكرة مثل ما قلنا نقسم الاس على كم؟ على 4، ونشوف اذا ما في باقي خلاص 1. يعني ما في باقي مثلا اي اس 4، اي اس 100، 100 على 4 ما في باقي. هي نفسها اي اس 20، اي اس 80، كلهم ما فيهم باقي. لو قسمنا وطلع عندي 0.25 نقول الجواب اي، لان هني الباقي واحد. اذا كان 0.5 فنقول سالب 1، اذا 0.75 فنقول سالب اي. خلنا نعطيكم سؤال نشوف شنو الاجابه. لو قلنا اي اس 2030، يلا خلونا نقسم. يلا الحين المفروض انتم عرفتون الاجابه قبل لا أنا أذكرها. 2030 قسمة 4 كم يساوي؟ طلع عندي 0.5، 0.5 يعني كم الإجابة؟ سالب 1، وهكذا. إذا هذه هي العملية بكل بساطة. فهذا هو شرحنا الأعداد التخيلية شنو معناتها، وشنو العدد المركب، وشلون نضرب أعداد تخيلية.